منظمة الفاو تعلن عن انخفاض أسعار السلع الغذائية عالمياً لأدنى مستوى لها منذ 10 أشهر، حيث أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أن المؤشر القياسي للأسعار العالمية للسلع الغذائية انخفض انخفاض ملحوظ. يعني حابين طبعاً نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الخبر، معنا على الهدف الدكتور محمد راشد المدرس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف. صباح الخير دكتور. صباح الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك، منورنا ومشرفنا في صباح مين. بنور سعادتك. الحقيقة طبعا يعني زي ما حضرتك سمعت معنا الخبر، يعني ده خبر جميل، بس برضو حابين يعني فكرة أكتر عن ما تم الإعلان عنه من جانب منظمة الفاو، حضرتك تشرح لنا أكتر. يعني الحقيقة أن منظمة الأغذية والزراعة اللي هي الفاو أعلنت عن انخفاض المؤشر القياسي لأسعار السلع الغذائية، وده للشهر الرابع على التوالي. والحقيقة ده مؤشر جيد جدا، لأن طبعا ده معناه تراجع مستويات التضخم، انخفاض تكاليف المعيشة طبعا نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية عالميا. طبعا لما بقول للشهر الرابع على التوالي ده معناه إن في اتجاه عام بيقول إن أسعار السلع الغذائية الفترة القادمة عالميا ستكون في تراجع مستمر، ويمكن إحنا في توقع سابق على القناة قلنا إن المواطن هيبدأ يحس بانخفاض الأسعار وانخفاض معدل التضخم في الربع الأخير من العام الجاري اللي احنا قلنا عليه أكتوبر نوفمبر ديسمبر على وجه التحديد. طبعا الانخفاض أسعار السلع الغذائية ده راجع لمجموعة من الأسباب، من أهمها طبعا جانب خاص بالطلب وجانب خاص بالعرض. جانب الطلب طبعا السياسات النقدية الانكماشية اللي بتتبعها البنوك المركزية عالميا من خلال رفع أسعار الفايدة، طبعا ده لها دور مهم جدا في خفض الطلب على السلع، لأن البنوك المركزية لما بترفع أسعار الفايدة ده معناه أنها بتسحب السيولة من السوق، فلما بتسحب السيولة من السوق الطلب على السلع بيقل، وبالتالي ده بيساهم طبعا في انخفاض أسعار السلع. وفي المقابل هناك فيما يتعلق بجانب العرض، طبعا الاتفاق اللي حصل ما بين روسيا وأوكرانيا بخصوص السماح لأوكرانيا بتصدير حاصلاتها الزراعية من خلال المواني بتاعتها، ده طبعا هدئ الأسواق العالمية للسلع الغذائية بشكل كبير جدا، وبدأ بعدها مباشرة أسعار السلع في الانخفاض بشكل ملحوظ، وبالتالي ده كمان خلى دول تانية كانت عاملة حظر على تصدير السلع والحاصلات الزراعية بتاعتها تتخلى عن هذه الفكرة وتبدأ تصدر المحاصيل الزراعية أو الفائض اللي موجود عندها، زي أندونيسيا مثلا بدأت تصدر الفائض اللي عندها من زيت النخيل، وده كان له انعكاس مهم جدا على تراجع أسعار الزيت خلال الشهر الماضي في مؤشر الفاو بحوالي 20%. وطبعا احنا شفنا قفزة كبيرة جدا في أسعار الزيت بعد الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل ملحوظ. وكذلك البرازيل بالنسبة لتصدير السكر في وفر كبير جدا في إنتاج السكر في البرازيل نتيجة لانخفاض أسعار الإيثانول، وده طبعا أدى بشكل ملحوظ إلى تراجع أسعار السكر عالميا بحوالي 4%. كل ده هينعكس بشكل عام على تراجع أسعار السلع الغذائية نتيجة لانخفاض الطلب ووفرة المعروض من ناحية تانية. ويمكن احنا قلنا ان الاقتصاد العالمي داخل على دورة من الركود الاقتصادي، والركود الاقتصادي معناه تباطؤ الطلب على السلع، فبالتالي تباطؤ الطلب بيبقى له دور مهم جدا على تراجع الاسعار، وتراجع الاسعار معناه تراجع معدلات التضخم، وتراجع معدلات التضخم يبدأ المواطن يحس بشكل ملموس بانخفاض تكاليف المعيشة وانخفاض وزيادة القوة الشرائية بتاعته اللي تراجعت بشكل كبير نتيجة ارتفاع التضخم في خلال الشهور الماضية. وبالتالي الفترة الصعبة في سنة 2022 اللي احنا فيها اعتقد انها بدأت تخلص، وبدأت هتبدأ اسعار السلع الغذائية تستقر ان شاء الله الفترة القادمة وتتراجع بشكل ملحوظ.
يا رب على خير ان شاء الله يا دكتور. يعني طبعا انا بشكر حضرتك على هذا الشرح الوافي الجميل. انا بس يعني اختم مع حضرتك بنقطتين، يعني هل الانخفاض خاص بسلع او منتجات معينه؟ والنقطه الثانيه يعني برضو ممكن حد بيسمعنا يقول طب احنا مش حاسين لغايه دلوقتي بان في انخفاض في بعض السلع، هنشعر امتى بالموضوع ده؟ طبعا اغلب السلع اللي حصل فيها ارتفاع كبير هي اللي هتبدأ تحس بانخفاض ملموس فيها، زي اسعار الحبوب، القمح، الذرة. يعني القمح حصل تراجع كبير جدا في اسعاره عالميا، نفس الكلام بالنسبة للذرة، الزيوت بالذات عباد الشمس وفول الصويا وزيت النخيل حصل فيهم تراجع كبير جدا عالميا. عندي قصدي ايضا منتجات الالبان حصل فيها تراجع، ولكن ما هوش تراجع كبير، ولكن اعتقد ان مع الوقت هيحصل فيها انخفاض بشكل ملحوظ الفترة القادمة. طبعا بالنسبة لان بعض الناس يقولوا احنا لسه ما حسيناش بالانخفاض في اسعار السلع الغذائية، ده طبيعي لان الدورة هتاخد لها حوالي 3 شهور على ما يحصل تعاقد على المنتجات المستوردة دي من الخارج، لان معظمها اصلا موجود يعني لسه في مخزون منها، على ما تيجي داخل مصر ويبدأ بيعها وتوزيعها على المستهلكين. فالدورة دي هتاخد 3 شهور زي ما احنا قلنا قبل كده، على أواخر العام الجاري أو الثلاث شهور اللي موجودين في نهاية السنة الحالية اللي هو الربع الأخير اللي احنا قلنا عليه أكتوبر نوفمبر ديسمبر، هيبدأ يحس المواطن من انخفاض أسعار السلع الغذائية، ويبدأ الدورة الاقتصادية تاخد وقتها، ويبدأ ساعتها يسمع في جيب المواطن بقى. يعني يبدأ ساعتها المواطن يحس ان هو بيدفع اقل في شراء السلع اللي كان بيدفع فيها كتير قبل كده، لان طبعا الارتفاع اللي حصل السنة دي في اسعار السلع الغذائية كان ارتفاع كبير جدا جدا، يمكن احنا ما شفناهوش من سنة 2008 من منذ حدوث الازمة المالية العالمية، ويمكن دي ازمة كبيرة تسببت طبعا في موجة تضخم عالمية كبيرة جدا، ولكن بدأ الأمر والسياسات النقدية الإنكماشية اللي بتتبعها البنوك المركزية تجني ثمارها مع الجهود الدولية اللي حصلت في محاولة زيادة المعروض وحل بعض المشكلات وزيادة الصادرات من السلع الغذائية نتيجة للتحذيرات اللي أصدرتها الفاو وأصدرها صندوق النقد الدولي بأن العالم كده ممكن يدخل على مجاعة في 2023. في الجهود الدولية دي الله أثر مهم جدا في زيادة ووفرة المعروض، واللي طبعا هينعكس طبعا على تراجع أسعار السلع الغذائية بشكل ملحوظ الفترة القادمة إن شاء الله. يا رب إن شاء الله دكتور، احنا بنتمنى ده يعني، ويعني بنطمن مشاهدينا طبعا إن السلع إن شاء الله سوف يعني زي ما حضرتك أوضحت لنا يعني هتنخفض في الفترة المقبلة، وإن شاء الله كده نرى كل الخير والسلام يا عم يعني في مصر وكل الدول والعالم يا رب إن شاء الله. دكتور بشكر حضرتك جدا، دكتور محمد راشد المدرس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، بشكرك شكرا جزيلا.